احنا في منافسة ولا في خصومة؟ ده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل مع النجم الكبير جدا اللي هيشرفني بعد الانترو، الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ونجم مصر الكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير، هيكون ضيف الاهلي الليلة النهارده، واكيد هنتكلم معاه في تفاصيل كتير جدا في ظل الاجواء اللي محيطه بالوسط الرياضي، الاجواء اللا صحيه بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه. تعالوا نتكلم قبل ما نتكلم على الاخبار، وانا بسال حضراتكم، احنا في منافسه ولا في خصومه؟ احنا بنلعب كره قدم وبنلعب رياضه، ولا بنلعب في جو كله شحن وفي كله احتقان وكله تعصب؟ ومين المستفيد؟ ده سؤال للكل، مين المستفيد بالاجواء اللي احنا فيها دي؟ احنا كنادي اهلي دايما على عهدنا وعلى وعدنا، ودايما كل كلامنا في المصلحه العامه، ودايما بتكلم انا بقول ان احنا مش بنتكلم وخلاص، كل كلامنا موثق، كل كلامنا افعال، ما بنتكلمش وخلاص، عمرنا ما اتكلمنا وخلاص، الحمد لله والشكر لله، وده عهد احنا واخدينه على نفسنا. اي حد بينتمي النادي الاهلي واخد العهد ده على نفسه ان هو بيشتغل وبعدين بيتكلم، وان كان مقل كمان في الكلام. بتشوفوا رئيس النادي الاهلي ايا كان، بتشوفوه كم مره، بتسمعوه كم مره، يعني احنا هنا في القناه بس ما طلعش مثلا معانا ولا مره، بنشوفه في النادي مرات قليله جدا، بنشتغل ما بنتكلمش. فالنادي الاهلي دايما قاصد المصلحه العامه قبل مصلحته هو الشخصيه، ودايما بينادي بيها. لكن الجو اللي احنا فيه ده جو ملوث جدا، جو مش رياضي خالص، مش عارف اسميه مسمى، لكن هو جو كله احتقان وتعصب، وممكن يبقى اكتر من كده كمان. عايزين نلم الدنيا، وعايزين نحافظ على الرياضه، وعايزين نرجع للزمن الجميل اللي كنا بنشوفه، وعايزين وداننا ما تتلوث، عايزين حاجات كتير جدا كلها للارتقاء بالرياضه المصريه في الاول وفي الاخر. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي دايما بيضرب مثال في كل حاجه، في مصداقيته، في شغله، في بطولاته، في انتمائه الكبير جدا لمصر، ومع ذلك بتسمع ناس، وانا دايما بقول ان احنا لما بنسمع بنسمع ناس ذات قيمه عشان احنا نقيم صوتها. للاسف في ناس بتقول النادي الاهلي بيشككوا في النادي الاهلي، وده طبعا كلام مش عايز اخوض فيه اساسا. وانا اتكلمت امبارح كان معايا النجم الكبير احمد بلال، واتكلمنا ان احنا نميز بين الاصوات اللي هي ليها قيمه واللي هي منعدمه القيمه. النادي الاهلي دايما حريص على عدم التعصب. احنا شخصيا لما بنكتب على صفحاتنا حاجه بنلاقي الجماهير الزملكاويه اللي هم اصحابنا واخواتنا زعلانين منها، بنشيلها فورا فورا، حتى لو كان مقصود بيها الضحك وتهريج واللي هو شويه البهارات اللي احنا دايما بنرشها علشان الدنيا تبقى حلوه وجميله، عشان الاكل يبقى حلو، مش عشان الاكل ان احنا نرميه او يسممنا، بالعكس تماما. فدايما حريصين على عدم التعصب. دايما بقول وبراهن ان النادي الاهلي عمره ما تصدر مشهد ان هو يصدر مشكله، واللي عنده دليل او عنده جزء ايا كان يقول لي احنا لا، ده النادي الاهلي مره صدر مشكله او مره افتعل مشكله خالص، والكبير دايما كده. النادي الاهلي دايما بيتعرض لاساءات، ابتزازات، زي ما انت عايز تقول قول، شغل بس، وبياخد حقوقه بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام، احترامه للدوله، احترامه لجمهوره، احترامه للمؤسسه الكبيره اللي هو فيها، هو ده النادي الاهلي. لكن اللي بيحصل يا جماعه ده زاد جدا جدا، ومودينا لطرق ضلمه، ملاعب من غير جمهور اللي هي متعه الكره الحقيقيه، بنسمع حاجات عمرنا في حياتنا ما سمعناها ولا كنا نتوقع ان احنا نسمعها. مؤجلات كتير جدا، بنحط الامن في اوضاع كتير جدا مع ان الامن فيه اللي مكفيه، وعندنا بلدنا فيها اللي مكفيها اي حاجه. الامن مش عارف ايه، الامن اصل مش عارف، مش الاهلي مش عارف انتماء ايه، بتروح في حتت غريبه جدا. انت كواحد مشاهد بتبقى قاعد مستغرب، انت ايه اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ايه الدنيا اللي احنا رحنا فيها دي؟
مش عارف مين وشوفه مين وقريب مين واخو مين حاجه. فالوسط بقى ملوث جدا، مش ده اللي احنا عايزينه خالص خالص. يعني حضراتكم الناس اللي هي الكبيره شويه اكيد مستغربين الاجواء، حاجه جديده خالص علينا. باكد وبقول ان كل اللي بيتعرض للنادي الاهلي مفيش حد بيطلع يرد ولا بيتجاوز، مع ان احنا عندنا قناه شوفوا بقالها كام سنه، عندنا هوا شغال ليل نهار، لكن ولا حد بيتجاوز ولا حد بيقدر يطلع يقول كلمه خارجه. مش عشان حاجه، لان احنا كده يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله احنا ربنا خلقنا كده شكل بعض وكلنا في الاصل كده، لكن بيطلع حاجات غريبه تبوظ كل الاجواء اللي احنا مش عايزينها، وبيدخلونا في انفاق مسدوده تماما، وبيزجوا باسم نادي الاهلي والاهلي اصلا مش ايه ده، تبقى انت قاعد كده في امانه الله ايه ده. يعني دايما بقول ربنا خلق لنا عينين عشان نشوف بيها، خلق لنا لسان عشان نتكلم بيه، خلق لنا عقل عشان نفكر بيه، خلق لنا مناخير عشان نتنفس بيها مش عشان نحشرها في ناس تانية. لكن اللي بيحصل يا جماعه والله العظيم ما في مصلحه حد خالص خالص. احنا كلنا لازم نشوف ولازم نفكر ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض ان احنا عايزين جو رياضي نقي، نشوف ايه الاسباب اللي بتلوثه ونقول لها شكرا جدا. مين اللي بيلوث وليه وعشان ايه وفي مصلحه مين؟ في مصلحه نادي استحاله، في مصلحه كوره استحاله، في مصلحه رياضه عامه استحاله، في مصلحه بلد استحاله استحالة. ونرجع نروح للنادي اللي هو أكتر نادي، مع كل احترامي لكل الأندية، مع كل احترامي أكتر نادي بيرتقي باسم بلده لفوق هو النادي الأهلي، بشكله بتاريخه ببطولاته بإنجازاته بالسفرة بتوعه اللي بيطلعوا بره أيا كان الفرق إيه. فعايزين نرجع زي ما احنا متعودين على الرياضة الجميلة والجماهير ترجع تزين المدرجات وفي متعة الكرة الحقيقية، مش يشجعوا من على وسائل التواصل من على الفيسبوك بقى ونقعد ندعم ونقعد نشجع فرقنا. عايزين الجماهير تروح للسادات تملاها تزينها. زمان كنا بنشوف الأهلي والزمالك الجماهير حاجة تفرح في الاستاد، حاجة تفرح، ما كانش في حاجة خالص، نقعد نهزر ونقعد نغني ونقعد وفي الاخر صحاب الاهلي زملكاوي طالع مع اهلاوي وطالع عادي جدا ايا كان مين اللي كسب، ما احنا كنا بنكسب طبعا. لكن يا جماعه والله العظيم الوسط صعب جدا، رايحين في حتت مش عايزين نروح فيها، كلام مش عايز اكرره كتير، بنسمع بيدخل في ودننا حاجات انا ببقى خايف على الولاد الصغيره بتسمع الكلام، كلام مفتوح مفتوح بقى، قول اللي انت عايز تقوله قوله. مش عارف ازاي ومش عارف ليه ساكتين، ومش عارف ليه ساكتين لان ده بيضر في مصلحه البلد اكتر بكتير من ان هو يضر بمصالح شخصيه خالص. فلازم نرجع ولازم نشوف ايه الدنيا نعالجها. احنا بلد كبيره جدا، مصر لازم نرتقي بيها. اللي بيرتقي بيها يعني هتلاقي 100 مليون، هنقول مثلا بلاش نقول الاهلاويه اكتر من الزملكاويه او الاسماعيلاويه، هنقول ان هم ال 100 مليون دول بيعشقوا حاجه اسمها كوره. يبقى اللي بيتحكم في الدنيا الكوره، الرياضه، يبقى لازم يكون الناس المسؤوله عن الرياضه ناس ترتقي ان هي تمثل كل الفئات دي. بمنتهى الصراحه بتكلم، ولازم الناس المسؤوله تكون حريصه ان الناس دي هي فعلا تكون مسؤوله